مرحبا بي ماي جيست، بيطل عليكم بحلقه جديده لليوم. واليوم ضيفنا ابن هالمنطقه غسان محفوظ، يلي كلكم بتعرفوه من وراء رسوماته الرائعه، وخاصه رسوماته بكنيسه مرتقلة البوشريه. اليوم ضيفنا غسان تنحكي على الاتوليه الخاص فيه، تنحكي قديش الاولاد ممكن نميلهم الرسم من هن وصغار حتى يوصلوا يصيروا مبدعين بعمر كبير. اهلا وسهلا فيك غسان. بونجور. يا اهلا فيك. يعني كل الناس تعرف غسان محفوظ راسم بمرتقلة، وبنتذكر بوقتها كنا نحن معكم يمكن وكبرنا شوية تحضيرات وقدي أخذت وقت وهيك. قدي اليوم هيك بس ترجع تشوف اللوحة بمرتقلة بتصير تقول انه كان لازم عدل فيها ولا راضي عنا اليوم بعد وقت 100%؟ لا بتعرفي، هي الإجمال على الأيقونات واللوحات الكنسية بعدين بس يرسمها الفنان بصير يحس انه هي بطلت ملكه، يعني لانه هي شيء كثير بخص العالم. يعني في ناس يلي كل يوم بتروح بتصلي وبتروح بتتشفع وتعودت قدام هالايقونه وتعودت بتحس انا انه صارت ملكهم اكثر ما هي لك. يمكن بيقولوا هذا معرض دايم الكنايس، بس خلص بتصير تحس انه هي هيك، يعني ما بقى تتقبلها العالم غير هيك، فخلص بتصير مش كرمال هيك. الايقونات دايما في بقى ثابته خلص، انه هذه كيف انرسمت بالاول لازم على طول ترجع تنعمل بنفس الاسلوب لانه العالم هيك حفظتها وهيك وهيك تعرفها. يعني مثل احنا اليوم يمكن الحضره دخيل اسمها عندها صوره معينه براسنا، القديسين كمان يمكن سمر شرب لانه ما عنده كثير صور عنا هالصوره يلي دخلنا بالطبعه، يمكن هيدي الاقرب له بس انه مش هو حقيقه. ما بقى بزيح عنا، بنحس انه اذا زحنا شوي بنضيع ظهرنا عن القديس اللي عم نحكي عنه. صح غسان، اليوم عندك اتوليه افتتحتها مؤخرا بمنطقه قريبه علينا، بس حبينا تكون ضيفنا تنحكي اكثر عن هالاتوليه. خبرنا كيف طلعت الفكره. محفوظيات هي الاسم اول شيء، محفوظيات يعني محفوظين من غسان محفوظ ومن محفوظيات اشياء مثل ما عم بتقول، يعني يمكن الاشياء الثمينه واللي بتهمنا هي بنسميها محفوظيات او بنحفظها. فحبيت يكون هذا الاسم من عائلتي. وبنفس الوقت كيف طلعت الفكره دائما في ناس بيتصلوا في اهل وطلاب وتلاميذ ومن كل الاعمار بدهم يتعلموا رسم. أوكي. وبيعرفوا انه انا بعلم، هلا انا بعلم باكثر من مطرح، ودايما بحس انه بحبوا اكثر الاشياء اللي انه خاصه بمحترف الفنان يجوا يشوفوا لوحاته ويشوفوا اعماله وين بيرسم كيف. فحبيت اعمل لوكال اجمع فيه كل هذا الشيء، يعني كان صاله عرض يعني هو الجاليري وسكول بنفس الوقت. اوكي. فكانت صاله العرض يلي جمع كل اعمالي وبنفس الوقت في صف حواليها مساحه كبيره، يعني قدرت تجمع صف ومكتبي والاستوديو اللي برسم فيه لإلي خاص بنفس الوقت بيشوفوا كل اعمالي. لهذا السبب حسيت انه لازم اخلق موقع لإلي وفيني ضل اعلم باكثر من مطرح، لانه بتعرفي جغرافيا بالاخر ما فيها كل العالم اكيد تكون بذات المحل. صح مزبوط مزبوط، انت تروح لعندهم. صحيح. فهذا يلي عملته وانطلقنا من حوالي 5 أشهر بالمدرسة وبيش الحال. قدي عندك تلاميذ أعمار وببلشوا؟ يعني الأعمار إذا بدك خبرك خبرية رح تضحكي، عندي بنفس الصف في الأولاد وأمه وستهم. شو حلو، ثلاثة جنراتيون عن جد حلو. هلأ عم تقول هيك عم تخيل حالي أنا وبنتي عم نجي نرسم، لأنه عن جد بتحس الأهل بهالايام، يعني نحن كاهل بتحس انه بنركض على الاشياء اللي عن جد بتفيد الولد بعيدا عن الفيديو جيمز وعن البلاي ستيشن وعن هالاشياء اللي مأثرتهم. يعني اليوم عم تفتح له اذا فينا نقول هيك افاق جديده يفكروا فيها، يستعملوا فكرهم. صح، انه يحركوا شوي راسهم ودماغهم مش انه محدد بهالتابلت يلي معهم كل النهار. قد ايه في ولاد ملتزمين؟ في كتير، وإذا بخبرك يعني في أوقات الأهل بيكونوا هن مصرين إنه أولادهم يتعلموا، بيبقوا الأولاد مثل ما عم تحكي بدو يلتهوا بغير أشياء، فبيجيبوهم وبيكونوا هن الأولاد مزعجين إنه جايبينهم أهلهم. بعدين بصيروا يقولوا للأهل إنه اليوم مثلا كان طقس كتير عاصفي ما بدنا نجي، ما كانوا يقبلوا صار يبكوا إنه شوفوا لأي درجة بيرجعوا بيتعلقوا بالرسم طبعا لأنه كمان الجو الصف هو جو فرح، هو جو حلو، هو تبعتونا قبل مرة بصفوف وشفتوا كيف بتكون الأجواء. فمشان هيك بحسوا حالهم أول شيء في حرية، حرية اللي هي صف يعني صح اللي هي مانا موجودة بالمدرسة الحقيقية، في حرية نوعا ما، بس بنفس الوقت في انضباط طبعا إنه في رسم. يعني إذا ما بتعطيهم حرية هلا بالاول، اول شيء وقت بكون عم بعمل باز ان او باز دو يلي هن بياخذوا فيهم كل شيء بيرسبكتيف، كل شيء القواعد الاساسيه تبع الرسم،
بهول بيكون في انضباط اكثر يعني بتحسي بوصل لمطرح بيتعبوا شوي بس بس يروحوا على البانتور والالوان وهيك بس في حريه اكثر يعني بطل انا على طول هيدي هيك وهيك بطل محدد الاشياء اكيد كتير. وخاصه انه الاولاد بحبوا البانتور يعني انا بنتي وقت قلنا رح نعمل بانتور اليوم يعني فرحه العيد هالقد بحبوا وهالقد الاهل عن جد لازم يعطوا وقت لاولادهم يعطوا يعني يدفشون على الاشياء الحلوه اكيد بانتوريا اللي هي هلا يمكن بيعتبروها بعض الاهل انه شو هالشيء السخيف يلي عم يعملوه بس منا ممكن تكون عم تنمي كثير اشياء 100% رح تنمي كثير اشياء او عم تروح على الرسم او تروح على الموسيقى او شيء ثاني 100% وفي مطارح بالباز بس ياخذوا الباز يلي هو بياخذوا فيه كل شيء بيرسبكتيف بيتعلموا على الخطوط بيتعلموا على البوان دو فيت بهذا الباز بيقولوا لي الاهل على طول انه مثلا كان خطهم منه حلو تحسن كانوا يكتبوا بطريقه ما يعرفوا يعملوا خطوط جلسي ما يعرفوا صاروا يعرفوا يعني الله. يعني هي منا بس محصورة بقصة انه اللي جاي يتعلم رسم ما ضروري يروح يعمل رسام صح. بس هو رح تفيده بكتير اشياء حتى بالمات بتفيدهم امور البرسبكتيف وهيك يعني بفوتون بكتير امور تانية بدون ما يحسوا اللي بيكون عم يتطور بغير مطارح الصبيان او البنات بحبوا اكتر رسم في الاثنين في الاثنين هلا بالاجمال نحن دائما بنقول البنات لانه البنات بيحبوا الاشياء الناعمه الالوان بس في عندهم خلق اكثر في نسبه هلا نسبه البنات على طول بتكون اكثر بالصفوف خاصه يعني. نسبه كمان هلا النساء اكثر من الرجال والولاد الصغار قلت لي لك انا خدي والاهل والتيتا والجدو اذا على بالهم يكونوا موجودين بذات الصف هلا هن طبعا ما بيكونوا بذات الصف لان انا بفصل بالاعمار بس هون اعطينا هذا الكال انه هي عائله واحده بيجوا مع بعضهم يعني بيجوا الاولاد فعملنا لهم هيك كاس سبيسيال لانه كانت كثير حلوه يعني غسان شو بيعطيك انك تعلم الاولاد الرسم يعني شو بتحسها رساله بتعرفي ليك هي اذا بدك كلمه رساله هي بتعبر عن هذا الموضوع بس هي اكثر شوي هي انا وصغير يعني بس كنت باعمارهم ما كان في تروح هيك في اتوليه بتعلم رسم وشكل نطرت لكبرت لرحت على جامعه تخصصت بهذا الشيء ودائما بقول لهم انتم اذا بتحبوا عن جد واذا رايحين بهذا الاتجاه انتم عندكم فرصه انه عم بلشوا من عمر كثير صغير صح. يعني رح تروحوا على جامعه دجا قوي عم رح يروحوا رسامين صح. يعني عندي اولاد ما بتصدق يعني مبلشين من 3-4 سنين عندي اليوم عمرهم 12-13 هول الاولاد صاروا رسامين فيك تعتبريهم حلو ما طبيعي اعمالهم صارت حلوه وعم بحضروا لمعارض حلو فقلت تخيل انه هول هلا رح يروحوا بعدين على الجامعه ويتخصصوا قد ايه رح يكونوا تخيل بعد 10 سنين قد ايه رح يكونوا رح يكونوا هذا الفرصه ما كنت صارت لنا نحن صح. يعني انا والجيل القبلي يمكن انا حتى انا ما لقطت لا ما كان في هذا شيء جديد كنا نرسم بالطبشوره قدام الباب ماكسيموم ايه وناكلها عايطه ايه وناكلها عايطه بالاخر صح عسان لك انا اليوم عن جد هي رساله مثل ما قلت وهي عن جد اذا بدك مسؤوليه انه الاهل يعرفوا يواجهوا الاولاد شو بحبوا الموسيقى الرسم الفن الغناء اللي هن بحبوه لانه او الرياضه بمحل معين لانه الاهل على طول بدهم الاولاد بالقالب يلي هن ما قدروا يعملوه وهيدا الغلط مصر. يعني اذا انا اليوم بدي اعمل محاميه وما عملت محاميه بدي بنتي تطلع محاميه خلص برسم لها اياها من اول ما تخلق قد ايه هالشيء بأثر وبيكودر الولد ما بيعطي حريته هذا الشيء اكيد هذا الشيء غلط اكيد لانه الولد ونعرف برا يعني من هن وصغار ببلشوا ما بينطروا ليوصلوا على الجامعه دغري بيدرون على الاتجاه اللي هن بشوفوه بيرعين فيه بيواجهوهم بهذا الاتجاه نحن ما عندنا اياها ومزبوط انه الاهل هيك بفضلوا يعني انا بتذكر انا وصغير كانوا كل القرايب بيقولوا لهم لاهلي وخصوصا اللي كانوا بعمري وقت كنت انا صغير انه لا وخلوا يعمل شيء ثاني وخلوا يعمل حكيم وخلوا يعمل فهلا بس يشوفوني بيتخبوا وعدكم متذكر شو كنا نحكي 100% لانه يمكن لو اهلك بوقتها تاثروا فيهم وانت كمان كنت يمكن ما رحت على الرسم واكيد ما كنت رح اكون مبسوط لانه كنت رح اكون بعالم منه عالمي وعم بشتغل لعيش او لاشتغل بس يعني كنت بحسه سخيف الشغل هو متعه وقت الواحد بيكون بحبه ومتعه بالاخير انا على طول هيك بقول لهم مشان هيك بقول على طول كمان للناس يلي بيفوتوا ببلشوا جامعه وما بيعرفوا اي اختصاص عن جد يروحوا على شيء يلي بحبوا يشتغلوا بعدين لانه ما بيعود انه يا الله بكره عندي شغل يعني قصاص بالعكس يصيروا مبسوطين هن عم يشتغلوا بذات الوقت والصغير بس يكبر بيعرف قد ايه بصير في اهتمامات ثانيه بده يعملها وقد ايه بصير في يعني بيتغير طريقه تفكيره بتتغير
متاعب ومهموم ومشاغله تكبر مشان هيك كان طالما هو بحب هذا الشغل رح يخليه يسيطر على الاشياء الباقيه اللي هو ما بحبها يعني يعمل اكيليبر بحياته صح هذا غسان اكيد اليوم كتار من الناس عم يحضرونا وعبالهم يتوجهوا لعندك على هالاتوليه اي متى بتعطي الكرات حاليا نحن الدوره اللي فايتين عليها هلا رح تكون تنين عندي اركتكتور تنين الساعه 6 بكون عندي اركتكتور 6 من عشيه كل صفوفنا هي بعد الظهر بتكون طبعا ليكونوا الاولاد رجعوا درسوا والاهل بفضلوا هيك بالنهار الجمعه عندي نهار الجمعه بيكون صفي من الساعه من عندي من 5 ل 6 بيرجع عندي 6 وربع 7 وربع 7 ونص 8 ونص في ثلاثه يعني كله بيلحق ثلاثه ورا بعض هلا في كثير بياخذوا دبل يعني بيجوا بس عباس دو بيعملون ورا بعض ما يقعدوا أربعة أشهر بيقعدوا شهرين اوكي يعني دورة سريعة بتكون ممكن صح أكثر. بيخلصوا يعني بيعملون مرتين ورا بعض بيكون بس عباس دو ورا بعض بس عباس دو يلي هي بيرسبكتيف او عم نحكي عن الاشياء القواعد الاساسية تبع الرسم والباس دو يلي كل شيء اناتومي بورتريه وجوه جسم الانسان كل هالقصص هلا بنرجع بننتقل بعدين على المراحل الثانية نهار السبت في عندي صف بيكون من الساعة 6 6 ونص ل 7 ونص اوكي وحاليا بالدورة اللي بعدها رح يكون في صف ثاني من بعده كمان كل هلا الصفوف الموجودين ضمن في حدا فات على الصف وما حب ترك؟ لا ما صارت عندي ما صارت حتى بالمطارح اللي بعلم فيها الثانية بيقولوا لي نحن بنحبه انه اللي بفوت معك عم بيتابع يعني بفوت ببلش وبيقعد سنتين ثلاثه اربعه لحتى يوصل لمطرح يصير كثير برو يعني وقد ايه بتكون فخور فيه لهالتلاميذ؟ هول شغل ايديك كمان كثير حقيقه كثير يعني في ناس هلا داعيني على معارضهم حلو تخيلي وانت استاذهم ايه وبلشوا في منهم باسلوب انه في منهم مثل ما كنت عم خبرك بلشوا هن ما كثير بيعني لهم هذا الموضوع وبالاخر لقيوا حالهم صاروا رسامين حلو وبعتقد انه اليوم الرسم او كل شيء خصو هيك في نفحه اذا بدك فنيه او شعطه فنيه بتحس بيكون عن جد الستريس اوت لكل الناس صح. يعني مثل ما في ناس عن جد بتغني بتنبسط بترتاح في ناس ترسم في ناس ترقص في ناس تدق موسيقى عن جد على هالاشياء قد ما فينا نركز بقولاتنا تنقدر يكون عم نربي جيل على قليلة مستقيم مش مثل الاشياء اللي عم نشوفها اليوم للأسف رح نروح على جزين بهالصور الأكثر من رائعة خبرنا شوي عنهم جزين شوف بما انه انا ابن منطقه جزين بالاساس فلبع جزين اخذت حصه كبيره من لوحاتي لانه كنا وما زلنا اذا بدك يعني هلا السنه كمان رح نعمل عدد جديد في رزنامات فنيه اوكي يلي هي كان اسمها ضياعنا الحلوه ضياعنا الحلوه كانت كل شهر هو لوحه من هالقضاء حلو من قضاء جزين فهالمجموعة كانت من ضمن هول الرزنامات يلي كانوا عم يصدروا كل سنة مرة صورت فيهم بتعرفي جزين يمكن الشيء اللي ساعدها كتير هي انه تهجرت يعني قدي في سلبيات بالتهجير قدي كان في جانب ايجابي التهجير يلي عشناه بقيت مرتبة التنظيم هلا عم تتنظم بطريقة مزبوطة بالعمار بده يعمر يعني ما صار في فوضى بالبطون وبالعمار ضلت حلوة حلو يعني كل العالم بيقولوا هلا نحن ما بنعرف السبعينات يعني ما بنفوق على اول السبعينات او الستينات بس الناس اللي بيطلعوا على جزين بيقولوا بنشم فيها ريحة لبنان السبعينات والستينات انه بعدها محافظة على ارميدا بعدها محافظة هلا رجعت من خلال اتحاد بلديات او من خلال عم ترجع تشتغل باسلوب انه كل حدا بده يعمر ضمن الشروط حلو التنظيمية. انا كثير بحب وقت البلدية تفرض على الضيع عم نحكي هلا عن مدينة بس انه بالضيع بيجبروك بأربيد ومن احلى الاشياء اللي عن جد ممكن انه واحد يكون عم بشوفها لانه كيف ما كان العمار رح يطلع حلو صح واكثر من هيك عملوا مشروع مره باحدى الضياع بالقضاء انه اللي بده يعمل بيت جديد بده يعمل له ارميد والبلديه تدفع نص قيمه الارميد يعني حلو. شوف قد ايه عم يتعاونوا معهم كانوا لحتى يجملوا هذا حتى يجملوا 100% طبعا 100%. هون عم نشوف الشلال المشهور جزين يلي حبيت اعملهم بهالاسلوب الازرق اذا بتلاحظي في لوحاتي هي بالكامل فيها الازرق ليه؟ لانه جزين هي فيها كثير مي ايه ومشهوره بشلالاتها مشهوره صح فمشان هيك اشتغلت على اللون الازرق اكثر من غيره
بهذا الموضوع. كمان شفناها هيدي عصور كان في ضياع بالجزيرة. في حوالي يعني كبلدية كاتحاد بلديات مفروض هن بالحوالي 36 ضياع. سبحان الله عايش ضياع كثير. وفي ناس قاعدة صيف شتي. في ناس في ناس صيف شتي طبعا في ناس صيف شتي بس اكيد بتتفاوت الاعداد منيح اكيد بيت صيف وشتي بكل الضياع بكل الضياع بس في هلا طبعا في ضياع بتبقى شوي بعيدة هي اقل الناس فيها. حلو. بس الضيعة يعني انا من ضيعة لبعة يلي هي ساحل جزين. اوكي. هي اسهل الحياة فيها لانه ما فيها ثلج. يعني الثلج ما بيوصل الا يعني قليل. مرة او مرتين قشرة الثلج فالعالم بتعيش فيها. اهين اهين لهم. سهلة الحياة. 100% وبيبقوا الناس اللي بيعيشوا بالجبل وبأعالي الجبال هدي اكثر ناس هيك انا بحبهم وبحس انه عندهم روح صمود منا طبيعية يعني وعن جد مقاومين للعواصف وللرياح وللثلج وللسقعة بحسهم متغزرين هيك بجذورهم وهذا الشيء كتير حلو لأنه لولاهم أكيد لولا اللي قبل ما صمدوا وما بقيوا وما قاوموا الثلج والبرد وغير أشياء كمان ما كنا يمكن نحن كمان بقينا وهون كمان في شغلة أنه ماسكين بإيمانهم كتير هذا الشيء كمان كتير مهم يعني هون صارت معي قصة بإحدى اللوحات اللي كنت عم صورها للثلج اللي كنت حاملتيها أوكي خبرنا فكنت طالع عم صور حامل كاميرتي وعم صور تلاقى بمرة كتير ختيارة حاملة حطب وطالعة فما بعرف شو سألتها بتذكر شيء كنت بدي صوره قالت لي تكرم عينك يا غسان أنا فجأة كتير إنه بس باسمي قالت لي نحن هون بنقعد قدام التلفزيونات كل شيء ديني كل شيء كذا فمن خلال البرنامج الديني اللي عم نصوره كمان يعني شوفي قد ايه هن ناس بحبوا هودي القصص أكيد. باسمي سمتني ومرة ختيارة كبيرة حلو. كنت حلو. انا وناس معي طلعوا هيك انه وبالتالي انا ملفلف كلمه انه شوفي قد ايه ناس حتى اوقات ايمانهم بحسسهم بالاشخاص شو لك شو لك فشي مهم وهذا اللي بخليهم يبقوا ايمانهم بارضهم ما عم بتقولي 100% هيدي المقاومه بالاخر اكيد اكيد هيدي اهم اشكال المقاومه صحيح غسان محفوظ اليوم بعد هالكارير الكبيره اسم الله ونحن بتذكر من اول ما بلشنا بالتلفزيون يعني من 10 سنين كنت انت ضيفنا شو تغير من 10 سنين لهلا فيك؟ من 10 سنين لهلا اكيد فنيا الفنان بينضج لانه بيشتغل كثير على حاله بينضج فنيا طبعا بالمقابل بالاضافه لهذا الشيء كنت عم بمشي بالتعليم من وقتها وهلا صار المدرسه الخاصه فيي فهذا الشيء خلاني انا اعمل مسيره كبيره ومن بعد ما عملنا الحلقات سوا كمان كان عندي سفره ظهرت على موريال عملت 3 معارض بكندا عملت معارض بكذا دوله هونيك 3 معارض بنفس المطرح حلو كيف كان الاصداء؟ كان كثير مهم عملنا بالايكاو يلي هي كانت ايكاو ثاني منظمه دوليه بالعالم وكان اول مره بينعمل فيها معرض خارج عن نطاق شؤون الطيران المدني لانه الايكاو هي خاصه بالطيران المدني اوكي فكمان اخذ ضجه هذا الموضوع انه اول مره بينعمل معرض خارج عن نطاق الطيران المدني ولا فنان لبناني يعني بتعرفي النظره شو لكان اكيد مختلفه مختلفه فكانت هيدي انجاز مهم ووقتها الوزاره الثقافه تلقفت هذا الموضوع وانعمل تكريم باليونسكو انعمل لي تكريم كرمال هذا الموضوع حلو بالاضافه للكنائس يلي هي زاد عددها بتعرفوني كنا بعضنا على كنيسه مرتقلة صح. فاليوم صاروا حوالي 6 كنايس معمولين فمسيرة ماشية أكيد في كتير قصص تطورت حتى اللوحة نفسها اللي بتشوفيها من 10 سنين بتشوفيها هلأ صارت بنظرة تانية مختلفة 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 بالألوان فبشكر الله لأنه بتذكر مرة بحلقتك تحديدا قلت لك إنه هيدي طريق صعبة بس أنا بحبها كتير ورح أعطيها كل شيء لحتى أوصل فيها لمطرح ما ربنا مقدر لأنه حلو. أوصل لأنها رسالة يعني هذا كمان لأنه بأكد على اللي قلته لأنها رسالة صحيح. حلو حلو واحد هيك يروح محل ما ربنا بيفتح له طريق ويمشي فيه عن جد لأنه بتحس بيوصل سيف يعني بيوصل مزبوط. بأمان مزبوط. نحن بنشكرك كتير على وقتك وأكيد بنشوف حالنا فيك وبلوحاتك وبعد 10 سنين بتشوف حالك نعمل معاملة هون على بعد 10 سنين أول شيء أنا بشكركم على استضافتي وبعد 10 سنين إن شاء الله بشوفكم عم تتطوروا أكثر وأكثر وبنشوف الصدى بعد لأكثر وأكثر بنكون هون بعد 10 سنين ما بعرف نعم بنكون 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 بكل ثقة إن الله راد وبنكون عم نتطور وبنكون عم نقدم الأحسن إذا ربنا بده هيك طبعا أكيد إذا بده إيانا نضل موجودين ونضل نعطي
احنا جاهزين. بتمنى لكم كل الخير وبشكركم على استضافتي الحقيقة. اهلا وسهلا فيك غسان محفوظ. لكن كل شخص عباله يتواصل مع غسان في يحكي على الرقم 03-602-375 واكيد الاتوليه بيفتح بابه كل تنين جمعة وسبت. لتفاصيل اكثر بتحكوه على هالرقم. كلمة أخيرة للأهل يلي هيك مرددين. بدي أقول بس بالنسبة للصفوف هي بهذا الوقت بس بدي حبوا يشوفوا صالة العرض كجاليري فيهم يشوفوها بكل يوم تقريبا. بالنسبة للأهل المترددين فيهم يجربوا. أنا اللي بعمله نحن منا يعني ما بشتغل كمدرسة حين تسجل. أنا بجي بقول للأهل خليهم يفوتوا الأولاد يجربوا مرة. أنا بعزمهم بستضيفهم يجربوا مرة إذا حبوا. وإذا أنا شفت عندهم يعني في أولاد بيكونوا ما عندهم إياها نهائياً فهول بيكونوا عم بيضيعوا وقت. أوكي. فبشي بجربوا إذا حسيت إنه هني أهل لهذا الشيء أهلهم خليهم. إذا حسيت لا لا وفي كتير أولاد أنا قلت لهم لا ما تكملوا روحوا على غير شيء حسيتهم بغير عندهم غير لأنه نحن يعني معنينا بس يفوتوا ويشوفوا الأسلوب اللي عم نشتغل فيه وأسعار محفوظيات وكذا بلاقوا إنه عن جد هي رسالة عن جد أنا عم بعمل رسالة ما عم بعمل شيء تجاري أكيد بيهدر. لأنه لو تجاري كانوا يمكن ما بيكون فيها العدد لو تجاري ما كنت بفتح لأنه المركز اللي فاتحه والتكاليف اللي حطتها هي أكيد أكبر بكتير من أي شيء ممكن إنه كنت بضل بالمطارح اللي بعلم فيها بعد ساعات وبظهر وما بتعرف على شيء. حلو. عندك شيء حلم بعد تحققه؟ شيء لوحة شيء شوفي ايه في عندي افكار بس مش على طول الافكار اللي بيكون عندك اياها بتحسي هذا الوقت المناسب انه تنزليها خصوصا نحن مرقنا بفتره يعني عم تحكي من 10 سنين بس صدفتوني لهلا هذا ال 10 سنين كانت 10 سنين فظيعه كيف عشناها فمشان هيك بحس انه في اعمال في كثير افكار بس ما بعرف اذا رح يجي الوقت اللي لازم تنزل فيها تما احرق الفكره اكيد وتما تروح هيك اكيد فان شاء الله كل شيء بوقته يلي بتكل على الله كل شيء بوقته 100% 100% شكرا لك غسان محفوظ اهلا وسهلا فيك هيدي كانت حلقتنا لليوم مشاهدينا كان ضيفنا غسان محفوظ واكيد فيكم تشوفوا محفوظيات على الفيسبوك يمكن بيج صح. حتى تشوفوا كل الصور كل الفيديوز يلي بيصورون بها الاتوليه المخدوم واذا عبالكم تتواصلوا معه رقم التليفون 03-602-375 اكيد لهون تكون وصلت حلقتنا للختام بعتذر على صوت المبحوح لانه كثير صاحن اليوم بس اكيد ما كان فينا ما اجي تنصور حلقاتنا وبكره ان الله راد حلقه جديده بشكر فولا بيوتي لاونج يارا زكريا وكابيليا رزق وبشكر محلات هارس بلو الى اللقاء